يسأل أخونا عن تلك العبارة التي يرددها القراء بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، صدق الله العظيم، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ التزام هذه العبارة يكون من البدع، لأنه لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أو القرون المفضلة التزام أو صدق الله العظيم في آخر القراءة، لأن أحكام التلاوة مدونة ولله الحمد ومذكورة في آداب حملة القرآن وفي أحكام القرآن وفي التفسير وغيره مدونة، ولم يذكر فيها أنه يقول إذا أنهى القراءة صدق الله العظيم، فيكون هذا من البدع. أما لو قاله بعض الأحيان خصوصا إذا ظهرت مناسبة كما لو تبين له معنى آية ورأى معناها ظاهرا وواقعا على أرض الحياة فإنه يقول صدق الله العظيم، قال الله كذا وحصل كذا وكذا، الله تعالى يقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. هذا رد على اليهود الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل ولكنهم لا يعترفون بالبيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم يزعمون ينتسبون إلى ملة إبراهيم. أطلبهم الله سبحانه وتعالى أنهم لو كانوا صادقين لا أقروا بمكانة البيت العتيق ولا حدوا إليه، لأن هذا من ملة إبراهيم. نعم، جزاكم الله خيرا. وأيضا الله سبحانه اليهود أيضا اليهود ينكرون النفس، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله رد عليهم بأن شريعة التوراة أيضا فيها نسخت ما قبلها أو فيها نسخ لما قبلها، فهذا دليل على أن النسخ أنه جائز في شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جزاكم الله خيرا.